مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لنهار يوم الغد. هذه الليلة ونهار يوم الغد تتأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف بأنه من الدرجة الثانية. تعرضت المملكة اليوم لهطول الأمطار تبعها فترة أو يعني أوقات كانت مستقرة لكن بشكل مؤقت تعود معها إن شاء الله الأمطار هذه الليلة ونهار يوم الغد. إذن هذه الليلة في العاصمة عمان درجة الحرارة تهبط تقريبا إلى حوالي 3 درجات مئوية مع أمطار وتساقط للبرد. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تعود الأمطار مع ساعات منتصف ليلة الجمعة على السبت وتكون متركزة في المنطقتين الشمالية والوسطى، تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع البرد، كما ويحتمل تساقط زخات ثلجية ممزوجة بالأمطار فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة مع ساعات فجر وصباح يوم السبت. لا يستبعد أن تكون في هذه الأمطار الثلجية مخلوطة مع بعضها البعض، وبالتالي لا يوجد هناك احتمالية حدوث تراكمات سوى في احتمال ضعيف في أعالي جبال عجلون المرتفعة، ولكن تكون إن حدثت محدودة للغاية بمشيئة الله تعالى. نهار يوم غدا طقس بارد وغائم وماطر بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، لكن تهب رياح قوية جدا في باقي المناطق بما فيها المناطق الوسطى، وتصل سرعة بعض الهبات إلى 100 كيلومتر بالساعة، تثير بها الأتربة والرمال في المناطق الجنوبية والشرقية التي لن تتعرض لهطولات للأمطار. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم غد والصغرى ليلة السبت على الأحد، ونبدأها في المناطق الشمالية من المملكة. في إربد يتوقع أن تصل درجة الحرارة حوالي 9 درجات مئوية في ساعات النهار. جميع إذا مناطق شمال المملكة هناك يتوقع هطول الأمطار مترافقة مع زخات من البرد. في المفرق إذا 9 درجات مئوية تهبط ليلا إلى 4 درجات، حتى في مناطق مثل جرش 8 درجات إلى 5، في عجلون 6 إلى 3 درجات مئوية. في المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة عمان 6 درجات مئوية تهبط ليلا إلى 2 درجات مئوية. كذلك الأمر في البلقاء من ناحية درجات الحرارة في ساعات النهار 9، في الليل 4 درجات، مادبة 8 إلى 3، في البحر الميت 16 إلى 11 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 9 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة ستكون عرضة أكثر للأمطار في ساعات ما بعد الظهر والمساء وسط أجواء باردة للغاية، في الكرك من 4 إلى 0 مئوي، في الطفيلة من 6 إلى 2 درجة، في الشوبك وجبال الشراء من 4 إلى -1، في معان من 8 إلى 2، وأغلب هذه المناطق ستكون تتعرض لرياح قوية للغاية بمشيئة الله تعالى. في خليج العقبة درجة الحرارة تهبط 17 درجة مئوية في ساعات النهار، تبقى مختلفة فيها الأجواء عن باقي المناطق، وتكون الصغرى لين 8 درجات مع فرصة ضعيفة للغاية لهطول الأمطار، إنما نشاط في بعض الرياح الشمالية. المناطق الشرقية من المملكة يتوقع أن تتعرض لرياح قوية خلال ساعات النهار، في أرويش تصل إلى 12 درجة مئوية، تهبط إلى 3 درجات مئوية، في الصفاوي 12 إلى 3 درجات، وفي الأزرق من 12 إلى 4، وتتعرض هذه المناطق للأمطار خاصة في ساعات ما بعد الظهر. ندعوكم إلى الانتباه من خطر تشكل السيول وجريان الأودية في بعض المناطق نتيجة غزارة الأمطار، كما ندعوكم إلى تثبيت مقتنياتكم الخارجية في ساعات نهار يوم غدا بسبب شدة سرعة الرياح. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، إلى اللقاء.